دائما بنحرص على تقديمها لكم في برنامجكم صباح الخير يا مصر، وايضا فقره اخرى خاصه بالجمال وبعلم التجميل وبكيفيه الوصول للشكل الجميل المناسب، ايضا بنحرص على تقديمها لحضراتكم في برنامجنا صباح الخير يا مصر. مشاهدينا الكرام، أسرة صباح الخير دايما تأتي إليكم بكل ما هو مفيد ممتع وجديد. فقرتنا العلاجية الأستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية بيرد على أسئلة واستفسارات السادة المشاهدين، وحلقة اليوم هتكون والفقرة هتكون عن التشوهات الخلقية. الفقرة إعداد طارق عجمي ومن تقديم الزميلة غادة عبد السلام. تمنياتنا للجميع بالصحة والسعادة. نشوفكم مع بعض. مع الأستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية. أهلا بك معنا يا فندم وصباح الخير. صباح الخير دكتور منير. احنا الحقيقة وصل لنا جواب للبرنامج، هي بتقول ان هي سيدة وام لطفلين، ولدت الطفل الاول كان سليم ومفيش اي مشاكل بالنسبة له، وعمره الان 5 اعوام. اما طفلها الثاني فعمره الان 2 شهر، وبعد الولادة وجدت انه عنده تشوه في شفته من اعلى، وايضا هناك تشوه في الفم من الداخل وممتد من الامام الى الانف. وهي الحقيقة قلقانة جدا وخايفة، بتقول انه هي حاسة انه بيشعر بتعب في النفس عندما يتنفس، ومش عارف ياكل، وهي مش عارفة تعمل ايه، وعندها عدة تساؤلات يعني ممكن نطرحها مع حضرتك واحد واحد كده. هو اول حاجة هي بتسأل ايه سبب هذا التشوه اللي حصل في طفلها التاني رغم ان الاول كان سليم. هو الحقيقة التشوه اللي هي بتتكلم عنه ده احنا بنسميه الشفة الأرنبية. والشفة الأرنبية زيها زي التشوهات الخلقية كلها بيكون ليها مجموعة من الأسباب. في البداية بيكون زواج الأقارب من الأسباب المهمة. الحاجة الثانية تعرض الأم أو الأب للإشعاع، يعني ممكن الأم تكون بتشتغل في مكان فيه مواد مشعة، أو الأب يكون مثلا من الناس اللي بيتعرضوا لجهاز أشعة، فني أشعة أو طبيب أشعة وهكذا. الحاجة الثالثة أن الأم ممكن تكون أصيبت بمرض قبل كده، وبالذات مرض الحصبة الألماني. الحصبة الألمانية لو أصابت الأم في الشهر الأول من الحمل نسبة حدوث تشوهات خلقية تصل إلى 50%، وإذا الحصبة الألمانية أصابت الأم في الشهر الثاني من الحمل نسبة حدوث التشوهات الخلقية تصل إلى 25%، ولو أصيبت بالحصبة الألمانية في الشهر الثالث من الحمل ممكن تصل إلى 15%. فزي ما أنت شايفة أن في مجموعة من الأسباب، وممكن برضو نضيف ليها تناول الأدوية والعقاقير في أثناء 3 أشهر الأولى من فترة الحمل. دي في مجملها هي عبارة عن نسبة الأسباب اللي تؤدي إلى تشوهات خلقية. الحقيقة أشهر تشوه خلقي بيصيب الطفل ما بنسميه إحنا بالقدم المخلبية، لو تشوه بيكون موجود في الرجل، والرجل بتميل مفصل القدم إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى الداخل أو إلى الخارج، وممكن يكون في حركة مزدوجة إلى أعلى إلى الخارج أو إلى الأسفل إلى الداخل وهكذا. تشوه الخلق الثاني هو الشفة الأرنبية اللي صاحبة الرسالة بتتكلم عنه. والحقيقة بنلاقي نسبة الإصابة بالشفة الأرنبية عالية، يعني كل 1000 حالة ولادة في منهم ممكن حالة تصاب بشفة أرنبية، ودي نسبة تعتبر طبعا من التشوهات الخلقية العالية. هي الحقيقة الآن يا دكتور لأن هو مش عارف ياكل زي ما بتقول، ومش عارف يتنفس، وبتقول امتى ممكن ان هي تحاول تعالج هذه الحالة عند طفلها. الحقيقة معاد العلاج مهم جدا نعرفه. احنا عندنا في جراحة التجميل بنقول ان الطفل لو كان عمره 10 اسابيع، والطفل لو كان وزنه 10 ارطل، والطفل لو كان هيموجلوبين الدم بتاعه 10 جرام، اقدر اعمل له العملية. فالطفل ده احنا بنعمل له تحليل دم وبتتعمل له العمليه فورا. ان شاء الله عمر صهرين ده شهر عمر مناسب، اذا كان تحليل الدم ووزن الطفل ده مناسب نقدر على طول نعمل الشفه الارنبيه علشان نتجنب عدم مقدره الطفل على الكلام، عدم مقدره الطفل على الرضاعه، عدم مقدره الطفل على التنفس وهكذا. ده بالنسبه للشفه الارنبيه. لكن لو جينا نحسب الاصلاح بتاع سقف الحلق من الداخل، ده احنا بنأجله لعمر 1.5 سنة 2 علشان تكون عظام الفك من اعلى قد تكونت. بالنسبة لعلاج الأنف احنا بنعالجه في نفس الجلسة بتاعة الشفة الأرنبية، لو كان في شفة الأرنبية ممتدة لأعلى وابتدت تاخد جزء من الأنف. لكن لو كان في تشوه كبير وما تصلحش من أول جلسة بالنسبة للأنف، ممكن ده بيتأكل بعض الشيء عند بلوغ الطفل. طب هي الحقيقة في لسه بعض الأسئلة بتتساءل انه هل الشفة الأرنبية دي بتكون وراثية، وهل ممكن انه يحدث نفس التشوه في طفل آخر بعد حدوثه في الطفل الثاني؟ هو الحقيقه ده كلام مظبوط.
الشفة الأغلبية من الحالات اللي احنا بنعرف انها وراثية، وياما شفنا حالات اكتر من طفل في نفس الأسرة مصابين بالشفة الأرنبية. وممكن تولد 4 أولاد يكون فيهم طفلين عندهم شفة أرنبية أو أي عيب خلقي تاني، يعني ممكن يكون عنده شفة أرنبية، ممكن طفل تاني عنده إصبع زائد. إذا الأم تعرضت لنفس الأسباب اللي اتكلمنا عنها بحاجة، شيء يتعلق بزواج الأقارب، شيء يتعلق بتناول العقاقير، يتعلق بالتعرض للإشعاع، يتعرض ببعض الأمراض اللي تصاب بيها، هي إذا ما كانتش تحافظ على نفسها لتجنب هذه الأشياء ممكن يحصل أكثر من تشوه شفة خلقي في أكثر من طفل في الفترات التالية. طب هل فيها حل مثلا انه يكون مبكر اثناء فتره الحمل او قبل حدوث الحمل انها تتجنب انه يكون عندها طفل مشوه خلقيا؟ يعني بالضبط تتجنبه عن طريق ان هي تمنع تناول الادويه اثناء فتره الحمل. اذا كانت بتشتغل في مجال فيه اشعاع تحاول انها تاخد اجازه وليد عن هذا المجال علشان يكون الطفل الجاي طفل سليم. اذا كان في اصابه او عندها اي مرض مزمن زي السل زي التهاب الرئه والحاجات دي كلها، الاول تحاول تعالجه وبعدين تبتدي تفكر في طفل صحيح سليم يكون بعيد عن اي تشوه خلقي. اعزائي المشاهدين في نهايه لقائنا بنشكركم، بنشكر الاستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل والامراض الجلديه، وبنلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم. شكرا لكم وإلى اللقاء.